فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك ضابط للتسامح الجائز بين المسلمين والأديان الأخرى؟ إيش؟ يقول: هل هناك ضابط للتسامح الجائز بين المسلمين والأديان الأخرى؟ التعامل الدنيوي في المباحات هذا لا بأس به مع المسلمين ومع الكفار ومع اليهود والنصارى. التعامل الجائز، المعاملات المباحة لا بأس بها، البيع والشراء والمعاملات والمداينات لا بأس بها. نعم.